نعم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. أوكرانيا ليست من اليوم هي متعلقة بشكل كامل بالمساعدات الغربية سواء الأمريكية أو الأوروبية، وإنما من بداية هذه الحرب. لكن كما ترون وكما قلت وذكرت سابقا بأن فعلا تلكؤ القيادة الأمريكية في تقديم هذه المساعدات بسبب عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على تقديم هذه أو التصويت على هذه المساعدات دعا أوروبا لاتخاذ إجراءات إضافية والتقدم بخطوات إضافية لتقديم الدعم لأوكرانيا، وخصوصا يعني في الفترة الأخيرة بعدما ظهر وتبين بأن فعلا بسبب نقص أو تأخير هذه المساعدات بدأت تشعر بها أوكرانيا بشكل ملحوظ، وهو يعني كما يظهر على في أرض المعركة، بحيث بسبب يعني شح هذه المساعدات العسكرية أصبحت في الفترة الأخيرة أوكرانيا تخسر من المزيد من الأراضي أمام الهجوم الروسي المتواصل. فبالتالي الآن فعلا أوكرانيا يرتبط مصيرها بتقديم أو عدم تقديم أو زيادة هذه المساعدات لأوكرانيا. يعني الآن أنا أرى بأن أوروبا ممكن أن تقدم على زيادة المساعدات في ظل عدم موافقة الكونغرس الأمريكي على تقديم هذه المساعدات. فبالتالي هذا الاجتماع الآن، دعني أذكر بأن قبل فترة الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفا وقرر تقديم مساعدات بقيمة 50 مليار دولار على مدى 5 سنوات، ولكن هذا لا يكفي بكل الأحوال. والآن بتقديري بأن زعماء الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية بما في ذلك الآن الولايات المتحدة وبريطانيا سيكون حاضرون في هذا الاجتماع، فهم سيبحثون عدا عن تقديم المساعدات بحث الطرق للتوصل إلى حل ما. يعني ليس فقط الطرق العسكرية هي ممكن أن تؤدي إلى وقف هذه الحرب، وإنما يجب على الطرق السياسية والدبلوماسية أيضا أن تسير قدما للوصول إلى حل ولوقف هذه الحرب. طيب، بحسب البيان هذا الاجتماع يهدف، يعني بين الأهداف هو دحض الانطباع بأن الأمور تتدهور في أوكرانيا، وللتأكيد على مواصلة حلفاء كييف العمل من أجل وقف الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية، ورسالة أيضا لموسكو بأنها لن تنتصر. أمام هذه الأهداف، هل بات الانطباع واضح لأوروبا بأنه هي من ستستلم ملف المساعدات لأوكرانيا، وأنه أمريكا خرجت من المشهد، خاصة في مخاوف إذا ما وصل دونالد ترامب للإدارة من جديد؟ يعني هو وصول ترامب لن يحدث بين ليلة وضحاها، وإنما في نهاية هذه السنة، ولغاية هذه الآن لم تعلن الولايات المتحدة بشكل واضح عن خروجها من إطار دعم أوكرانيا، وإنما الأمر متعلق في الكونغرس، علما أن هناك حتى وسط أعضاء الكونغرس من الجمهوريين موافقون على تقديم هذه المساعدات. ولكن يعني بغض النظر، طبعا لن يتوقف الدعم الأمريكي، بتقديري لن يتوقف بشكل كامل الدعم الأمريكي حتى لو لم يتم التصويت على تقديم حزمة المساعدات هذه لأوكرانيا، وإنما يعني ممكن أن يشح قليلا. ولكن فعلا الآن أوروبا هي من تكون كما يقال في العربية العامة في بوز المدفع، وهي من تقدم المزيد من المساعدات، لأنها تعلم تمام العلم بأنه في حال هزيمة أوكرانيا فسيصل الدور لهذه الدول، وخصوصا الدول التي تحد أوكرانيا. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من كييف الدكتور يحيى خربوطلي، خبير بالشأن الأوكراني، شكرا جزيلا لك.